والأخبار العالمية دلوقتي كلها بتتاخد من السعودية. نادي الاتفاق السعودي بيعلن رسميا اليوم الخميس تعاقده مع قائد ليفربول السابق الإنجليزي جوردن هندرسون، ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي على تويتر فيديو ترحيب لهندرسون، وقال وقائد هندرسون ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي. طبعا هو قائد ليفربول لتحقيق الدوري الإنجليزي سنة 2020 لأول مرة منذ 30 عام، وساهم بشكل كبير جدا في تتويج الريدز أيضا بدوري أبطال أفريقيا سنة 2019 وزامل ودوري ابطال اوروبا عفوا، وهو طبعا يعني زامل ستيفن جيرارد وزامل، وهو كمان لعب مع ستيفن جيرارد ورايح له، وزامل النجم المصري الكبير محمد صلاح. فيعني نادي الاتفاق عامل صفقتين من ليفربول دلوقتي، ستيفن جيرارد وطبعا قائد ليفربول هندرسون، فبالتالي هو هنشوف نسخه من ليفربول بس بشكل مختلف في السعوديه يعني.